السلام عليكم البنات، صحيتو؟ وش راكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام وحب. اليوم محل بأعز تحية على قلبي هي كرم ديزير، نشتيها في الفطار ونشتيها في رمضان في الليل إذا جعت. إذا ما جعتش لا غير بتفرج فيها، اليد يسيرة قصيرة والعين بصيرة، هكا كيصرالي بامبا نتفرج وما نقدرش ناكل. هاي نخش في المفيد. تجيب اي حليب عادي محلبي، معكم مع باكم بلي تحلية جزائرية تقليدية قديمة جدا تاع زمان. جيب الحليب ومزهر وسكر. انا بما اني نقص السكر ندير العسل الحر، زوز مغارف كفوني فور خاطرها ما ناكلهاش حلوه. حتى كون ندير سكر، كي كنت ندير في السكر كنت ما كثرش المحل بالحلو، خاطر ذوقه لي ما قدرتش نكمل نص مغرف، قريب نرجعو يا ربي سامحني. المهم زوز مغارف في نص اطرا كفوني فور. حاجه وحيده اللي مش طبيعيه هنايا هي عطر مزهر، اللي غالب ما عنديش بديل، وانا مزهر متالي في المحل بي. هي محل بتركب على مزهر، تقدر تديرو حليب عادي، بصح اذا جربت حليب الشوفان راهو احسن وبالعكس ارخص بمقارنة القيمة الغذائية اللي فيه، الالياف بروتينات زائد فيتامينات، فيتامينات بي خاصة تبلي 6 و12. المحل بيتباع برا في السبيرات عند عشاب، ما شفتش بصح شفته في السبيرات، كنت جنعته لكم كي درت الفيديو تاع مشترياتي لرمضان. هي يعني ناكل حتى في الفطار، هو ما ناكلوش غير رمضان. يتباع مرحي وواجد وارطب يعني مليح. هي نرجع للشوفان وحليب كاس شوفان، نقولكم ايطرا حليب الشوفان اللي هي 3000 فرنك، يعني كي ساشي حليب تاع هذاك اللي ما فيش الفايده، كي كاس شوفان سي كيف كيف السعر والقيمه الغذائيه اكثر. جربت قبل بحليب مات كوكو، جا عالمة، هايل في البنة، بن من تاع الشوفان، مع انهم تاع الشوفان عجبهم قالوا لي بنين الدار، ونقول تاع الشوفان ما يبانش كونوا متهنيين. انا هنا نبغي نعطيلو رحية بالبرا، خاطر نشتيه ارطب، نشتيه ارطب ارطب ارطب، هو في البوسات الاصلية طرف راسو خلاص. هو يجي ايطرا حليب بست مغارف انشاء، مش نشعروز، انا ندير الرابعه، ما نشتيش خاطر نشتيه خفيف، مع انه هنايا مانيش عارفه كفاح التنجان شويه خاطر نشتيه خفيف طول. انا ما حبيتش ندير الرب خاطره يبدل لي الجو شوي ويبدل لي اللون تاعو، هو اصلا حلبي لونه ابيض ابيض ناصح كيما الثلج. زيد شنو نفكر، هذه درت غير نص ايطرا، تحبوا ديروا ايطرا ديروا، اذا عطوا في عائله ديروا ايطرا عادي. انا ما كثرتش خاطر ديجا عندي حوايج واحد اخرى نفطر بها وعندي شخصين برك اللي ياكلوه وينساو، كما نقول لهم شكون الحاجه ما ياكلوش. القرفه هنايا ما تكثروش، انا هنايا كثرت خاطره انا وباللي ساكنين في الدار معايا اكل موت على القرفه، خاصة في المحلبي قرفة بعد موت عليها في المحلبي في حليب وشوكولا، ثم ديرو غير شوية برك. هذه ما تكثروش، تاخذوش راي وكي تكملو غطوه بابي فيلم. بابي فيلم يخليكم الحاجة محفوظة أسبوع في الثلاجة، إذا ما غطيتوهاش راح تعود فيها ريحة الفرشيدار وما يكلوها لكمش، وراح تفسد في يومين او 3 ايام. هنا تقعد لي اسبوع، وماذا بيك انا في رمضان كنا نبغي ندير، ماذا بيا ندير تاع اسبوع يعني ايطرا ايطرا ونص حسب العائله تاعكم يعني، وتقعد في الثلاجه. صراحه انا مش ديما ندير في هذو القوالب، كي نعود خدامه خطا نفطر به الصباح ندير في كيبور بلاستيك عادي وما نزينهاش ما نخبيها، كيما راه نبغي ناكل به نزينها. احسن حاجه عندي الكاكاو المحمص اللي قرب، جربته خاطر بالبيستاش زعما على تاع الخليج زعما
نجي نشوف أذواق واحد أخرى، ما عجبتنيش خلاص، مع إني من عشاق بيستاشي بس ما عجبتنيش. أحسن حاجة بالنسبة لي أنا، بالنسبة شوف أنتوما أي مكسرات، كاوكاو إلا جرانولا. جرانولا ديجا كنت درت لكم وصفة تاعها، هذه وصفة زي ما درتهاش بس كنت نديرها في الحديقة في صندوق وصف، كنت اللي درتها فيها موريكا، ما تزينوهاش قبل كي تتوجد، بعد كي تبغوا تاكلوا بعد تزينوها باش تبقى تقرب بس ما تقرميش. وخلصنا بنات اليوم، اذا عجبتكم الوصفة اعطوني رايكم فيها، اذا جربتوها بحليب مات كوكو حليب الشوفان اعطوني رايكم، بالعسل بالروب اعطوني رايكم. سلام.